أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الاتفاق على تهجير مجموعة من أهالي المناطق المحاصرة في مدينة درعا باتجاه الشمال السوري وفق تجمع أحرار حوران. قوات النظام المتمركزة في حي المنشية بمدينة درعا تقصف بالمدفعية الثقيلة أحياء درعا وفق مراسل حلب اليوم. جرحى مدنيون جراء قصف قوات النظام مدينة طفس بريف درعا الغربي بشكل مفاجئ بأكثر من 30 صاروخا وفق تجمع أحرار حوران. مقتل نازحة عراقية وشاب برصاص مجهولين في مخيم الهول شرق الحسكة وفق شبكة نهر ميديا. مركز الترصد الوبائي يعلن تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا و95 إصابة بالفيروس في منطقة عملية نبع السلام. الحكومة العراقية تحدد موعد انعقاد مؤتمر قمة بغداد في 28 من الشهر الجاري بدعوة 10 دول للحضور دون توجيه دعوة لرئيس نظام بشار الأسد.